السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا لسه زي ما احنا يا جماعة في فرش الزياد محل اسمه السيدة زينب. الجملة بجوار المسجد مباشرة، فكملوا معانا لحد الاخر، ورقم زيادة هتلاقوه في اول كومنت مثبت وصندوق الوصف، شوفوه وكلموه. لو اي حد عايز اي استفسار كلموه يا جماعة على رقمه اول كومنت مثبت، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور، اهلا وسهلا بيكم يا جماعة في الفيديو التاني عند فرشة زياد. صورت عنده قبل كده من كام يوم، ودلوقتي بنصور لان ننزل حاجات جديدة خالص احنا اول مرة يعني نصورها، وكمان عنده جملة وعنده قطاعي. واللي انا عايز اقوله عن زياد او عن الاسعار، عشان في ناس كتبت لي في الكومنتات اللي احنا رحنا واشترينا، هو فعلا في ناس راحت واشترت من عنده، ده بالفعل حصل، بس بيقولوا اللي فيه اسعار متغيره. الاسعار مش متغيره، انا بقول اهو قدامه الكلام وهو هيقول تاني معايا. الاسعار يا جماعه بتتحدد على حسب المقاس، يعني هو عنده الحاجات الاسعار بتبتدي من اول 5 جنيه لحد 3000 جنيه على فكره، تمام؟ هو شادر ما شاء الله كبير جدا. احنا مصورين، بصوا يا جماعه بصوا احنا واقفين ازاي، وهو كل ده ورانا، ده كل تقريبا هو واخد نص الشارع، هم اصلا جمله الجمله، تمام؟ فهو بيقول لكم ان السعر بيبتدي من 5 جنيه، يعني الزينه بتبتدي من 5 جنيه، والاسعار بتتحدد على حسب الخامات وعلى حسب المقاسات. يعني مثلا في حاجه عامله متر، في حاجه عامله نص متر، في حاجه عامله 5 متر، صح يا زياد؟ بتختلف بس الاسعار، من المتر بتبقى على حسب المقاس، يعني في مقاس بيبتدي من 35 جنيه، وعلى حسب المقاس بيبتدي السعر بايه بيعلى، يعني كل ما المقاس بيزيد فكل ما السعر طبعا بيعلى. اكيد مش هتاخد المتر اللي هو مثلا اللي هو هيبقى متر مثلا زي 3 متر، هو متر في المقاس. ايوه ده اللي احنا عايزين نفهمه الاول بس للناس، عشان خاطر الناس حبايبي لما يجوا محدش يزعل مني، محدش يقول في اسعار متغيره. ما هو عمره ما هيغير هو في الاسعار، مش من مصلحته، لان هو بيفرش اصلا في المواسم بس، مش طول السنه بيفرش، وبعدين الموسم بيخلص عنده لحد 15 رمضان، صح يا زياد؟ ان شاء الله. بس فهو كل يوم فاتح 24 ساعه يا جماعه، جمله وقطاعي وجمله الجمله، فوانيس وزينه ولمض وكل حاجه موجوده. فشرفوه في مكانه، اهلا وسهلا بيكم، ورقمه هتلاقوه في الفيديو وهتلاقوه في صندوق الوصف واول كومنت مثبت. اللي مش عارف يوصل له او اللي عايز منه جمله كلمه في التليفون وهو هيخلص معاه كل حاجه. وكل سنه وانتم طيبين، صح ولا ايه؟ السلام عليكم. معاكم زياد من السيدة زينب، مساعد فرشاة الفوانيس بالسيدة زينب. عندي شغال في الفوانيس جملة وقطاعي. متوسط الأسعار في الزينة بتبدأ من 5 جنيه لحد 150 جنيه، زينة ومفارش وخديديات كل ما يتقدم من 100. وعندي الفوانيس بتبدأ من 15 جنيه لحد 500 جنيه، دي متوسط الأسعار. عندي مثلا عندي مستورد برضه، وعندي مصري، وعندي شغل برضه من الشغل مستورد والشغل مصري، وعندي برضه حاجات برضه من تصنيعنا والمصنع اللي عندنا، برضه شغالين في الخشب في كل ما يخص الفوانيس ويخص الزينه الرمضانيه هتلاقوها عندنا ان شاء الله. قول لهم بقى مواعيدك يا زياد لو سمحت. احنا مالناش مواعيد، احنا مواعيدنا من 24 ساعة ما بنقفلش. 24 ساعة مفتوح كل يوم ان شاء الله لحد ما يخلص الموسم. لحد الموسم هيخلص لحد 15 رمضان. 15 رمضان. كل سنة وانت طيب. طيب. 45 جنيه. الفانوس بالطبالة بتاعته اللي بتعمل كده دي، صح؟ ايوه. اه زي ما هي كده. ماشي. 45 جنيه. يعني دول أي حاجة فيهم ب 45 جنيه؟ للأطفال. كل دي فانوسات. والله يعني فانوس باللعبة ب 45 جنيه، صح؟ ما شاء الله. لا ده خلينا بقى نوري لهم نعرفهم ان في حاجات رخيصه. ايه 45 جنيه يا جماعه؟ الفانوس باللعبه دي ب 45 جنيه اهو، فانوس بطياره ب 45 جنيه. بس الفانوس ده بينور؟ بينور ب 45 جنيه ده؟ بينور ب 5. لو بينور قدامك ورينا ننور لهم. ده بيجني بس مش بينور. احنا عايزين نوري له بينور اهو ب 45 جنيه. حلو قوي. وفي واحد اهو بطياره، بص اهو برده باللعبه ب 45 جنيه. ده حلو ده. ماشي 75 ب 75 ب 75 ب 75 75 ب 75 ب 85 85 وكبار
ماشي. دي 85 صح؟ 75. 75 بكم دي؟ 25. 25 ماشي. الاحمر بقى ودي الوان 25 صغيرة. ودي الصغيرة دي بكام؟ ب 20. دي ب 20؟ الصغيرة ب 20 والكبيرة 25 صح كده؟ ماشي. اه ايوه 15. اي واحد من المعدن دول ب 15 جنيه صح؟ تمام ماشي. بيبتدوا من 25 جنيه. حلو قوي ده. لحد كام يعني؟ يعني من 25 جنيه لحد 55 جنيه صغيرة. طب طماطم دي بكام الصغيرة؟ 55. دي العروسة دي ب 65 جنيه بس ما بتنورش صح؟ يعني مش بتنور ولا بتغني ولا اي حاجة صح؟ صح؟ هاتي دي 75 وعندك دي ب 75 جنيه 95 ماشي. دي 75. طب ما قالتش اسعار بوجي كام؟ ب 45 جنيه. ب 45 جنيه؟ 45 جنيه. جيب 45 جنيه ماشي. جيب 45 جنيه. 45 جنيه بوجي وطمطم ب 45 جنيه ماشي. دي شكلها 45 جنيه. ودي برضو اللون الثالث بتاعها ب 45 جنيه. ودي الاشكال ب 45 جنيه برضو. 45 جنيه برضه. دي عم شكشك بكام؟ ب 100 عشان مناخير بس كبير. اه لحد كام؟ 65. من 30 جنيه و 65 جنيه دي صح؟ ماشي. كام بقى؟ 35 و 45. بيبتدوا من 30 لحد 65 اللي هي كبيرة. بيبتدوا من 30 لحد 65. لحد 65 وشنو؟ ماشي. طب واللي هناك ده؟ ماشي 20 جنيه والله؟ اه ده ب 20 جنيه. حلو قوي ده. شكله حلو قوي. ماشي. اه دي بكام بقى؟ دي المستورده. المستورده دي بكام يا بنتي طمطم؟ 85 جنيه. 85؟ فنانيس ده؟ اه فنانيس ده بكام بقى؟ فنانيس ب 100؟ هستناه لما يخس. اه العرايس دي بقى كلها بكام؟ ب 120 جنيه كلها. العرايس دي ب 120 جنيه كلها تمام. وبوجي ده طيب بكام بقى؟ على حسب المقاس بقى. هو بيبدا من 45 جنيه اه لحد 200 جنيه على حسب مقاس. 45 جنيه لحد 200 جنيه على حسب مقاس. ماشي. بكام دي بقى؟ بكام يا بنت الفانوس ده؟ ريري 65. ب 65؟ حلو قوي وبينور.
ب65. ماشي. بتبتدي من 75 جنيه؟ 75 لحد 180 جنيه، صح؟ من 75 جنيه لحد 180 جنيه ساعة. مش طايله، مش طايله، ما انا اعمل ايه؟